في كورنثوس الثانية 5 هنقرأ مع بعض النص ده باختصار، وأنا سجلت بعض النقاط السريعة حابب أشارككم بيها باختصار جدا عشان وقتنا وعشان كل الأمور. لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء، وإن كنا لابسين لا نوجد عراة، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح، فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. آمين. الجزء ده والعشر أعداد دول هما موضوعنا النهاردة. مش هخفي عليكم ان الخلفية ممتعة جدا ورائعة اللي بحب اكررها كل مرة، اللي باختصار جدا هقولها ان الرسول بولس في هذه الرسالة كان بيتكلم لكنيسة مواجهة بانبياء ومعلمين كذبة، ووصل بيهم الحال ان هم بيقدموا انجيل اخر وفي نفس الوقت بيشكوا في مصداقية الرسول بولس والرسل واللي بيساعدوا الرسول بولس الكثيرين اللي مذكورين في اعمال الرسل. الشيء الثالث ان كان في اتعاب جسدية وده ذكرناه المرات اللي فاتت. مش هننسى ان في اول اصحاح قال ان الحاجة اللي معزياني في كل هذه الامور هو اله كل تعزية، وكان في الإصحاح الثاني بيتكلم عن أمور أخرى، وكان بيتكلم على الصورة الجميلة اللي كان بيقولها في عدد 14 يقودنا في موكب نصرته في المسيح. لما حكينا الحكاية دي يوم جمعة مرة وقلنا عن إن هو القائد بتاعنا اللي احنا ماشيين وراه في نصرة وفي مشوار انتصرنا به معاه، وكأننا في معركة انتهت وانتصر معنا ونحن نتبع الغالب. الإصحاح الثالث يمكن تكلمنا عليه في مرة أخيرة عن خدمة العهد القديم وعهد الجديد، وكنا بنقارن ما بينهم وشفنا في الآخر إن كان اللي معزين نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. إصحاح 4 يمكن لسه ما تكلمناش فيه، هنأجله لمرة أخرى بمعونة الرب، لما كان بيتكلم عن أمور كتير لها علاقة باللي هنقراه النهاردة، اللي هي كان بيتكلم فيها بيقول مكتئبين متحيرين ومطرودين وأمور أخرى كثيرة، وكان بيقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. لكن في نهاية الإصحاح ده اللي بنربطه بالإصحاح اللي هنذكره النهاردة بيقول كده في عدد 16 في إصحاح 4، لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. فكان اللي معزي قبل ما يبدأ الإصحاح ده وهو بيكمل لأنها رسالة واحدة، كان اللي معزي إنه هو شايف الضيقات الأرضية اللي عايشين فيها دلوقتي كلها خفيفة، شايفها وقتية، شايف الأمور بمنظور غير مرئي، فنحن غير ناظرين للأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. ده اللي هيخلينا نفهم الإصحاح اللي احنا فيه النهاردة. فبيبدأ بيقول كده لأننا نعلم. إيه الحقيقة الخامسة في الإصحاح الخامس اللي عايز تقولها يا بولس لكل واحد فينا متضايق متألم لم يجد تشجيع وتقدير في هذه الحياة؟ أول حاجة
نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله. الحقيقة الأولى اللي عايز يقولها، كلمة نقد هنا جاية هدم، جاية دمر، جاية حاجة يعني ديزولفد، عارفين حضراتكم الانحلال في الكيمياء، جاية حاجة زي كده. فهو بيقول وبيعتبر أن الجسد بتاعه خيمة، وبيعتبر الجسد ده اللي بيحدث فيه من أمراض حتى الموت أو من استشهاد أو من ضيقات في هذه الحياة نقد، نقد بيت خيمتنا الأرضي، فهو بيعتبر ده. لكن هل يا بولس الحقيقة بس كده؟ هل الحقيقة أن الجسد بينقد؟ هل بس الحقيقة أن الجسد بيذوب أو بينحل؟ بس هو ده يعني اللي أنت شايفه؟ لا، هو شايف بإيمانه وبعين الإيمان اللي هنشوفها في الإصحاح ده، إن شايف في نفس الوقت مش شايف الخيمة بس، لكن حاطط عينيه على أنه لنا في السماوات مش في الأرض بناء من الله. أكيد أنتوا فاكرين وعارفين المقارنة ما بين الخيمة وما بين البناء. ليه يا بولس تتكلم على الخيمة؟ لأن هو كان صانع خيام. ليه يا بولس تتكلم على الخيمة؟ لأن الخيمة حاجة بتحملها وتمشي بيها. ليه يا بولس بتتكلم على الخيمة؟ لأن الخيمة دي كان بيستخدمها كل واحد سائح مسافر متغرب، فهي دي الخيمة. هو شايف إن الجسد بتاعه ده مهما يحدث فيه من آلام، من ضيقات، من أتعاب، من أورام، من أشياء، كل دي خيمة، خيمة، حاجة بروح بيها هنا، بروح بيها هنا، بروح بيها هنا. واللي بيحصل فيها الحقيقة الواقعة أنه تنقد، نقد بيت خيمتنا الأرضي. لكن اللي مخليني أبص الحقيقة ومعزيني أني مش باصص على الخيمة اللي بتنقد، لكن باصص على أنه لنا في السماوات بناء. طبعا الفرق واضح، ده هنا مش خيمة لكن بناء. بناء يعني ليه أساسات، بناء يعني ثابت، والبناء ده مش بشري، مش ضعيف، لكن بناء من الله. والأهم من كده، غير مصنوع بيدن، حاجة مش من الخليقة اللي انت عايشها دي، مش حاجة هتعرفها، مش هتتخيلها هنا. ولو واعظ قدير جدا قدر يوصف لك الجسد المجيد الممجد اللي هتكون فيه في السماء، مش هيعرف يوصف الأمجاد والأبعاد دي. لكن المهم جدا ان يقول كده أبدي، أبدي. عشان كده دي اللي كانت بتربطها بالإصحاح اللي فات، ان ما كانش بينظر لما هو وقتي، لكن ينظر لما هو أبدي. احنا النهاردة قبل ما نكمل الخمس ست سبع اعداد اللي جايين دول، بصين على الخيمة ولا البناء؟ بنصلح في الخيمة ولا بنحلم وبنرجو البناء؟ النهاردة الناس بتتفنن في الاعلانات والتسويق في كيف تصلح جسدك. عندك مش عارف مناخير عاملة كده، اعملها كده. شعرك مش عارف لونه ايه، اعمله كذا. شكلك مش عارف ايه كذا. رقبتك حصل لها مش عارف ايه، اعملها ازاي عشان ما تبانش مش عارف ايه. حصل لك عملية كذا، في تجميل لحاجة تعملها عشان ما تبينش للناس كذا وكذا 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 وكذا. لكن الحقيقة اللي كانت معزية بولس انه لنا في السماوات بناء من الله ابدي. عشان كده العدد الثاني بيكمل ويشرح ويقول الكلام ده. يمكن في كل عدد هنقف قدام كلمة، العدد اللي جاي ده هنقف قدام كلمة نئن. الكلمة دي يمكن لحابب يعرفها أكتر فينا ممكن يشوفها في رومية 8. فبيقول هنا في العدد 2، فإننا في هذه، أي في الخيمة، نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. في العدد الأول كلمهم عن الخيمة، عامل زي سيدو بيكلمهم من الحياة اللي هم عايشينها، وهنا بيكلمهم عن الأنين اللي بيحصل للحبلة قبل أن تودع أو قبل أن تلد. ده اللي بيحصل. بيقول لهم في الحياة التانية إن مش بس إحنا في خيمة بتنقد، مش بس إحنا في خيمة ضعيفة مؤقتة قابلة للانتقال، لكن الحقيقة التانية إحنا بنئن، إحنا بنتمخض، إحنا بنتألم، إحنا بنتوجع. والوجع ده الحقيقة الحلوة اللي فيه مش إن هو وجع، لكن الحقيقة الحلوة اللي فيه إن إحنا مشتاقين. لو الأنين اللي في حياتنا النهاردة والوجع والضيق اللي في حياتنا النهاردة ما زودش اشتياقنا، يبقى فيه مشكلة، يبقى مش شايفين الرجاء. هي دي الحقيقة اللي كان بيقولها التانية، لأنه وده اللي حقيقة والواقع مش هنقدر ننكر ذلك، لكن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي
من السماء. طبعا احنا عارفين كويس جزء تعليمه مهم، ان الانسان فينا لما بينتقل هل بياخد الجسد الممجد على طول لو المسيح ما جاش؟ لا طبعا. لكن لو رجعنا لتسالونيكي الاولى 4 هيحصل في يوم الايام الرب بنفسه سيقيم الراقدين وهيأخذوا الأجساد الممجدة ونتغير جميعا وهنكون مع الرب كل حين. لكن هو هنا بيقول ان اللي مخلينا متعزين واحنا في الأنين ده، ان الأنين ده بتبقى الأم فيه مستنية خلاص هتحمل كل ألم، هحاول احتمل، هاخد اي حاجة عشان احتمل، لان فيه ولادة جاية، فيه حاجة سعيدة جاية. هل الأنين بيقودنا لكده؟ وهل احنا شايفين الأنين زي الأنين بتاع الولادة؟ إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. يمكن هنختم في حاجة في الآخر ليه علاقة بكلمة المسكن دي، لكن خلونا ناخد عدد 3 بسرعة. بيكمل ويقول وإن كنا لابسين لا نوجد عراء، يعني احنا في الحالتين لابسين، لكن الأفضل والأفضل إن لينا المسكن السماوي، الجسد الممجد اللي احنا بننتظره عندما يأتي المسيح للاختطاف. عدد 4 بيقول كده، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين. في أثقال، في تراكم علينا، في أمور علينا، في حاجات كتير حاملينها، في مشاكل كتير وضغوط بتواجهنا. دي الحقيقة يا بولس اللي انت عايز تقولها لنا كرسول وكخادم للإنجيل. وكل شخص فينا مدعو لهذه الحياة حتى وهو في حياته العادية بدون أن يتفرغ. إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها. إحنا وكأنه بيقول في الحتة دي إحنا مش عايزين نموت وننتقل فقط، لكن اللي يهمنا إن إحنا نلبس فوقها. فإحنا ما يهمناش بس ننتقل، يعني حتى الرسول بولس ما قالش ليه اشتهاء أن أنتقل، لكن ليه اشتهاء أن أنطلق. طب ليه؟ لأنه عايز يكون مع المسيح، فمش هدفه أنه هو ينتقل بس لأن ده لسه، لكن المجيد أو العظيم أو المجد الحقيقي المنتظر أو الرجاء هو ده اللي بيقول نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. مش هنقدر نفهم لكي يبتلع المائت من الحياة دي غير لما نشوف كل واحد فينا لو قدر يرجع لكورنثوس الأولى 15 في وقت آخر في بيته يشوف الحقيقة دي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ لكن اللي معزيه في نهاية الجزء ده في عدد 5 بيقول كده، كل اللي بقوله لكم ده، كل الفكر الخيمة وكل فكر البناء السماوي هو عدد 5 ده، ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله. اللي عمل المقاصد دي، اللي صنعنا بهذه الطريقة، اللي عمل في حياتنا تلك المقاصد هو الله، ودانا حاجة هي عربون عشان يطمننا وإحنا مثقلين وإحنا بنئن في هذه الحياة، فأعطانا أيضا عربون الروح. يمكن الحتة دي تذكرنا بالجزء الجميل اللي حضراتكم عارفينه كويس في أفسس 1 عدد 13، بيقول الكلام الرائع ده، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. هو ده العربون، سكن الروح القدس فينا اللي بيقول لنا ان في يوم الايام ستفتدى اجسادنا. عشان كده الرسول في رومية 8 متعزي وبيقول ايه؟ متوقعين التبني فداء اجسادنا. يمكن في عدد 6-10 دي الجزء الاخير اللي هنصلي بيه، يعني انت شفت ان الروح القدس معطى كعربون، وشفت ان هذه مقاصد الهية، وشفت الحقيقة اللي ما بين الخيمة وبين المسكن السماوي. إيه اللي عايز تقوله لنا ونتعلمه النهاردة، وإيه اللي مخليك تعيش بهذه الحقيقة؟ إيه التطبيق العملي؟ فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب. وكأنه عايز يقول مثلا، يعني يمكن هنا في الحياة نفرح بثمر في الخدمة، يمكن في الحياة هنا نفرح بزواج لحد، نفرح بحاجة معينة، لكن كل ده أنا لسه فين؟ في غربة. يمكن أفرح بشفاء لإيدي، يمكن أفرح بشفاء لذاكرتي، يمكن أفرح
بإني عارف أكمل حياتي، لكن أنا لازلت متغرب عن الرب، فمش مشتاق إني أعيش هنا، ومش مشتاق للانتقال، لكن مشتاق الحقيقة إني أكون مع المسيح، فأنا لازلت متغرب عن الرب. مش هنشوف حقيقة التغرب والغربة دي غير لما نشوف ان احنا في خيمة، ومش هنشوف ان احنا في خيمة غير لما نسلك بالإيمان، وده اللي هيقوله دلوقتي. فلو انت مش شايف انك في غربة يبقى انت مش عارف ان انت في خيمة، ولو انت مش عارف ان انت في خيمة يبقى انت مش عايش بالإيمان، ده اللي هو بيقوله. مش انا هبيقول كده في عدد 7، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. العدد ده ملوش اي علاقة بالفرق بين الإيمان والعيان هنا، لكن العدد ليه علاقة بإيه؟ بحقيقة التغرب، بحقيقة الإيمان اللي تخلينا شايفين الحقائق السماوية اللي بنقولها العظيمة دي، اللي ممكن لو جبنا واحد من الشارع ما يعرفش الرب وما يعرفش حقيقة الرب وما قراش كتابه، ممكن لما نيجي نتكلم عن الحاجات دي يقولك انتوا ناس مختلة. مش بولس بيقول في حتة ان هم قالوا عليه ان هو مختل؟ الحقيقة عشان كده بالإيمان نسلك لا بالعيان، يعني كل الأمور دي بنراها بالإيمان، لكن هيجي يوم لما نستوطن عند الرب ونسيب الجسد ليحصل ايه؟ هنشوف كل شيء بالعيان، نراه بالعيان. يجي في عدد 8 ويقول كده بعد ما قال نحن واثقون، في عدد 6 يقول كده فنثق ونصر بالأولى. اللي عايزينه اكتر مش ان خدمتنا تتبارك، ولا انتوا اهل كورنثوس تقبلونا، ولا احنا صحتنا تبقى كويسة، ولا ان البلد ظروفها تتحسن، لكن نثق ونصر بالأولى، الأفضل الأهم ما نريده دائما أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. حد فينا بيصلي الصلاة دي؟ بنقول له إيه؟ بنقول له غربنا عن إيه وسكننا في إيه؟ أنا خايف نكون بنقول له غربنا عن الحياة الأليمة اللي عايشينها في حتة وودينا حتة تانية في الأرض ريحنا فيها، مع أننا في هذه الأيام رأينا أن كل الحقليقة تأن وتتمخض معا. لكن بولس في وسط كل الحياة دي بلا زوجة بلا رفيق بلا قبول بلا كرامة بلا راحة جسدية بلا أي شيء، بيقول له يا رب، وكأن دي صلاته، يا رب غربني عن الجسد، غربني عن الجسد، غربني عن الحياة الحاضرة ونستوطن عند الرب. في عدد 9 يختم الجزء ده معانا قبل ما يختم بالجزء الأخير اللي هنصلي بيه، لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده. ما احنا ده مش وطننا، واحنا لينا دعوة ورسالة، واحنا في خيمة، واحنا في الخيمة دي بنقل مثقلين ومشتاقين، واحنا في الخيمة دي فينا عربون الروح القدس وسكناه فينا لكي نشهد ونعيش للرب. عشان كده محتاجين نعيش كل يوم مرضيين عنده، ده اللي هيقوله في الإصحاح اللي جاي أو في الجزء اللي جاي من نفس الإصحاح. لكن يقول كده في عدد 10، ويمكن ده التطبيق الحقيقي بعد ما شاف الخيمة والمسكن، ويمكن بعد ما شاف ان هو لابد أن يعيش مرضي عند الرب سواء كان مستوطن أو متغرب. يقول كده في عدد 10، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. نقف لحظة هنا. يعني أنت بتشتاق للمسكن السماوي، أنت بتشتاق أنك تتغرب عن الجسد، أنت بتحرس كل يوم في وسط أتعابك وألامك أن تعيش مرضي أمام الرب، لكن إيه اللي أنت عايز تقوله هنا؟ إن عايز يقول أن كل عمل بعمله لكي أرضي الرب في يوم من الأيام سأكشف. كلمة نظهر هنا مش جاية هنظهر، مش جاية هنقعد قدامه هنظهر زي ظهور عادي، لكن الكلمة جاية في أحد الترجمات الدقيقة للكتاب اسمها NAB أو NEB. الترجمة دي بتقول إن احنا سنكشف، وإيه اللي يبين كده؟ في عدد 11، ارجع لنفس الإصحاح، مش لازم نقول حاجة اجتهاد من شخصيتنا، يعني في عدد 11 بيوضح لك نظهر معناها إيه. يقول لك فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا ظاهرين له، مكشوفين له، واضحين له. وبيقول كده وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا. ده اللي بيوضح الكلمة،
عشان كده في يوم من الايام اللي بيخلينا بنعيش مرضيين، اللي بيخلينا نفهم ان احنا في خيمه ونشتاق للمواطن السماوي والمسكن السماوي والجسد المجيد الممجد، اننا سنظهر امام كرسي المسيح. الكلمه هنا جايه في احد التراجم العربيه الدقيقه المحترمه، كرسي محكمه المسيح. واحد التراجم الانجليزيه بتقول عنه كده Judgment Seat of Christ، يعني كرسي محكمة المسيح. الكلمة حتى جت في سفر الأعمال عن الرسول بولس وهو جالس أو وهو واقف أمام فيستوس، جاية نفس الكلمة بيما اللي هو كرسي محكمة المسيح. في يوم من الأيام يلي في خيمة، يلي ماسك في الخيمة، يلي مشتاق تعدل في الخيمة، في يوم من الأيام الخيمة اللي انت فيها دي اللي ربنا سمح ان احنا نكون فيها واعطانا عربون الروح القدس وبنشتاق واحنا بنقن للوطن والمسكن السماوي، في يوم من الأيام سنظهر أمام كرسيه، سنعطي حساب، لينال كل واحد مكانه بالجسد أي بالخيمة بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. طبعا احنا مطمنين لاني ما فيش دينونة، مطمنين ان هو دفع الثمن، لكن هو بيقول لنا يخسر على كل عمل سيحترق بالنار، يخسر، يخسر على كل حاجة عملناها منظر، يخسر على كل حاجة عملناها بنكمل عدد، يخسر لو على كل حاجة بنعملها بنسد خانة، يخسر على كل حاجة بنعملها لأجل مجد ذاتي. مش هقدر أسيب الجزء بتاع كرسي المسيح ده غير لما أقرأ معاكم كورنثوس الأولى 3، بيقول نفس الجزء ده عن كرسي المسيح، فبيقول كده في عدد 10 أو خلينا ناخد عدد 11، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح، ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن وستمتحن أو ستمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بقي، عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن بقي عمل أحد قد بناه عليه أي على المسيح فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. عشان كده في النهاية بيقول لهم الحقيقة اللي احنا قرينا عنها النهاردة، أما تعلمون أنكم هيكل الله في الخيمة دي، أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. قبل ما نصلي هناخد تطبيق عملي على كل اللي عشناه مع الخيمة والمسكن السماوي، هنقرأ مع بعض حاجة سريعة نصلي بيها عبرانيين 11 إصحاح العظيم في عدد 9، بيقول كده عن إبراهيم، بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام. شوفوا كلمة تغرب وخيام جايين هنا مع بعض تاني، مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. الكلمة التالتة اللي تبين ان احنا كنا بنقرأ والكتاب كل واحد، الكلمة الجاية في عدد 10، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، ومين برضو اللي صنعها؟ التي صنعها وبارئها الله. يقول كده في عدد 14، فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرج منه لكان لهم فرصة للرجوع. لكن عدد 16 اللي هنصلي به، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. خلونا نصلي مع بعض وإحنا في أماكننا، نقول يا رب فكرنا بحقيقة الخيمة والمسكن، فكرنا بحقيقة يا رب إن إحنا مؤقتين في هذه الخيمة، فكرنا يا رب إن إحنا لا نطمع ولا نطمح في إصلاح لهذه الخيمة، لكن ما نرجوه هو فداء أجسادنا، ما نرجوه هو المسكن السماوي الذي أعددته
رب احنا متوقعين فداء اجسادنا، احنا في يوم الايام ستتغير اجسادنا، سنراك بالعيان، سنعيش معك، ده رجاءنا، ننطلق ونكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. ساعدنا يا رب نفهم خيمتنا، نفهم غربتنا، نفهم انتظارنا ورجائنا الحقيقي. ساعدنا نحرص أن نكون مرضيين عندك. ساعدنا نفتكر كل يوم في كل عمل وكل خدمة وكل سؤال وكل محبة وكل رحمة وكل فعل نفعله أنه يكون لأجلك، لأننا سنظهر جميعا أمام كرسيك. احفظنا من الأعمال التي تحترق، لكن ادينا الأعمال التي تبقى وهي التي لمجدك وهي التي لشخصك. بارك كل كلمة يا رب سمعناها من كلمتك، تستطيع أن ترسلها لقلوبنا لتشجعنا وتدفعنا للأمام لنمجدك في حياتنا لكل الكرامة والمجد.